السلام عليكم. كاين واحد التحدي الاخوان في القانون الجاي ان شاء الله ديال الباتانتي والدوميستيك، وكنتحدانا اي واحد هنا في ايطاليا يدير كونترا فابور شي واحد يخدم عنده في الدار فاش غادي تفتح القانون ويجيبه فابور من العائله، ولا شي حد فقير ما عندوش في المغرب ومحتاج انه يجي لهاد البلاد هادي. كنتحدى اي واحد حقاش انا غادي ندير واحد القرعه ملي تفتح الذكريات فلوسي وفين ما جات. اي واحد عائله فقير غني كنعرفو ما كنعرفوش، الشمال ولا الجنوب ما كاينش فرق، راجل ولا امراه بحال بحال. غندير واحد التحدي الاخوان ونتحدى الناس اللي هنا اللي هما باستطاعتهم طابت الحال اللي هما باستطاعتهم سمعوني باستطاعتهم يجيبوا شي حد يخدم عندهم، يعني قوالب يخدم عندهم في الدار بكونترا، سواء امراه ولا راجل من العائله ولا جاره ولا صاحبه ولا كيعرفوا ما كيعرفوش، وما تشد حتى ريال، ما تشد من عنده حتى ريال. واشنو غادي تخسر عليه؟ ما تخسر عليه حتى حاجه، غتخسر عليه تنبر ماركه دابولو تنبر ديال 16 اورو، وغادي تخسر عليه باش غادي دير طلب في حاله ما انت كنتي ما كتعرفش دير طلب في مكتب الخدمات عند الباتروناتو ولا عند الكاف ولا عند شي محاسب ولا عند المحامي، غتعطيه قيم الطلب حتى يجي السيد لهنا كاع الا درت فيه هذا الخير ويخدم، وممكن انه يرجع لك. الا ما رجعاش لك وانت بغا ديرها في سبيل الله ديرها في سبيل الله وخليها تمشي. المهم اللي في استطاعته بغى يجيب شي حد ما غتحتاج حتى حاجه، تكون خدام ولا عندك عمل حر، غيحتاجولك الا كنتي خدام الكود ديالك من طابيت الحال رانا ديجا قلتها يحتاجولك اكثر من 20000 اورو. كانت معاك العائله ديالك هنا في الدار غادي يحتاجولك اكثر من 27000 اورو، وغادي دير لهذا السيد اللي غادي يجي عندك ولا المراه ولا ولد ولا داكشي اللي كان واحد لوسبيتاليتا واحد السكن، بان راه غادي يجي هذا السيد وغادي يستقر هنا وغادي دير الطلب وغادي يمشي الطلب بهذاك التنبر ديال 16 اورو، وغتخلص هذاك مكتب الخدمات في حاله ما قلت لك الا ما كتعرفش دير طلب بوحدك. الا كتعرف دير طلب بوحدك غتحتاج 16 اورو. ما كنهضرش على الباترونات الاخرين، ما كنهضرش على الباترونات الاخرين اللي كيبيعوا الكونترات وكيشري لك السكن حتى هو من شي بلاصه اخرى، كيمشي يشري لك السكن ويخلص محامي حتى هو طلع عليه ب 300 ولا 400 ولا 500 وزيد وزيد، وفيها الشناقه وفيها السماسريه، وكطلع لك الكونترا في المثال 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 ولا ما توقف حتى ال 11. كنهضر على العائلات وعلى قطاع البادانتي والدوميستيكو، وانا كنتحدى اي واحد انا كنتحداه هنا في ايطاليا يدير هذه العمليه هذه ويجيب واحد من المغرب، يعتق شي واحد باغي يطلع لهاد البلاد يحسن الوضعيه الاقتصاديه ديالو حتى هو ويتهلا في والديه وفي راسو وفي خوتو. القانون ان شاء الله غادي يكون ديال البادانتي والدوميستيكو، انا شخصيا غندير قرعه وفين ما جات تجي في العائله ديالي تجي في خويا في اختي في جيراني في واحد ما كنعرفوش، انا غندير قرعه في الصفحه ديالي واي واحد نجيب، وغادي ندير الطلب غادي نديرو من عندي انا من الكمبيوتر، ونوريك الريتشي فوطا ونوريك الروسي ونتواصلوا مع السيد ونقولوا له هنيئا لك ها هي. وكنتحدى انا اي واحد يدير هذه العمليه هذه ويديرها في سبيل الله، يديرها في سبيل الله يجيب واحد وما يشد معه حتى شي حاجه، جا لهنا وخدم رجع لك هذيك 300 ولا 400 ولا 500 في المثال باش درتي طلب في مكتب الكاف ولا عند شي محامي ولا، ويرجع لك هذيك 16 اورو ديال التنبر هو هذاك، ما رجعش لك راك درتي خير في سبيل الله، وراه اللي غادي يجي هنا ما غاديش ينساهلك. وانا كنتحدى اي واحد وشحال من واحد هنا ما غاديش يبغيني نقول هذه الهضره هذه، حقاش كاين اللي كيخزن هذا الشيء هذا على العائله والصحاب والاصدقاء كيقول لهم هذا الشيء هذا راه ما كاينش، ولكن راه كاين في القانون الجاي ان شاء الله الذكريات فلوسي قانون عقود العمل اللي زادوا معاه البادانتي والدوميستيكو ومربيات الاطفال. انا عندي حق ندخل ولا نخدم يعني راجل ولا امراه نديرو خدام عندي في الدار في البيت، وعند حق اي واحد فقط توفر فيه الشروط اللي هما قلت لكم الاخوان ديال الخدمه ولا خدام اوتونومو، كان بوحدو القيمه ديال الكود ولا الدخل السنوي اللي محتاجين ليه، كان مع العائله ديالو بطبيعه الحال غادي يحتاجوا ليه اكثر من 27000 اورو، غيخسر عليك تنبر ديال 16 اورو وقيمه الطلب ويمشي يدير لك واحد السكنه اوسبيتاليتا وايدونيتا لوجاتيفا، خسر شي حاجه من عنده. الا جيتي هنا ان شاء الله حاول انك ترجع له الاتعاب ديالو، واخا هو دايره غير في سبيل الله. وانا كنتحدى اي واحد والفيديو هذا بارطاجي مع الناس اللي كاينين هنا في ايطاليا باش يعرفوا واش ممكن انهم يديروا الطلب ولا لا. وهذه القرعه كذلك كنت غنديرها في قانون ديال السناتوري ديال قانون تسويه اوضاع المهاجرين الغير شرعيين هنا في ايطاليا ديال هذه السنه هذه 2023 وما تفتحش. كنت باغي نعتق حتى شي واحد ونعاونه هنا في ايطاليا باش ما يمشيش يخلص 6 ولا 7 ولا 8. كان باستطاعتك حاول انك دير شي طلب
شي حد من المغرب وجيبه، ما دير لا قرعه ما تبان ما والو، منك ليه. وشوفوا من الاحسن يكون من الاقرب الاقرباء لك اللي كتعرفوا ما عندوش وباغي يطلع لايطاليا حتى هو. تحياتي لكم، الله يعاونكم.